الثلاثاء 3 ديسمبر اوكي يناسبكم؟ ليه وش عندك؟ ابد عندي شوفات شرعيه. انتبه انتبه يا شوكش، ترى بيفشلك مثل ما فشلني. انا زوجتي شافت له وحده فل اوبشن على قولته ورفض. بس يا حبيبي يا عماد، بس يا حبيبي، كلها ساعتين وناخذ امك من الزواج. بس يا حبيبي يا عماد، قول يا هوا، قول يا هوا. يا الله، الحين نسمي ولدك عماد؟ لا، امه سمته على خالها. خذ غير الحفاظه، ترى هذه تمخيسه. يلا بس يا حبيبي، يلا يا عماد، يلا. يا عامر، ترى الدعوة ما هي فل اوبشن، أهم شيء التوفيق. الدنيا حظوظ، الله يرزقني مثل ما رزقكم. وش فيك ولا يديك أسبوع ما طلعت من البيت؟ أخوياي كلهم عرسوا وأنا باقي ما تزوجت. لا تجيب طال الزواج عندي، شايف البنات الرياض كلن، ولا أجيب عنك السلوقي؟ يا أبو عامر ارفق على الولد، الزواج ما هو بيده، الزواج قسمة ونصيب. زين عندنا وشين حوالينا، لقيتها ومباركين عرسان اثنين، ليلة ربيع عيل وقمرة. انتهت عقدتك يا عموري. الله يشغلكم، اشغلتونا مع الزواج. لقيت لك المكتب المتخصص في الزواج، يجيب لك العروس اللي انت بيها بالمواصفات اللي تبيها. الله يصدقك ويرجك وياها، كم اذب على وجهي. شوي على الولد، الله يهديك. الحقي هذه بعد اذب وياها. تعوذ من ابليس يا ابو عامر. الحقيها بعد تذلفي. عجيب والله. حياكم الله يا هلا، اهلا وسهلا. ما شاء الله، المكتب مرتب وكل ما فيه يفتح النفس. ما قصرت، هذا من ذوقك. شوف يا مشاعل، هذا عامر وانا عمته حصه. ما شاء الله على ولدنا، كلها ملح وقبله. لفين الرياض كلها ندور له على عروس وما لقيه للحين. بنات الرياض كلها شافن ولا عجبته ولا وحده. وحنا امدحوا لنا مكتبكم انكم تجيبون ما شاء الله عروسات حلوات مثل الشروات. نبي عروس لولدنا. غريبه ما تزوج الحين مع انه كيوت واخلاقه عاليه. انا الله ما يسلمك يا مشاعل. يا عامر هذا اول زواج لك؟ الاول والاخير. اسمعي يا مشاعل، خلني اعلمك عيوب عامر قبل محاسنه. ولدنا ما شاء الله عليه رقيق ورومانسي وحبوب وطيوب ويحب يلعب مع البزارين. اموت في الاطفال انا. يا ابو ثلاثة ويا ابو ثلاثة وسهر الليل، يا ابو ثلاثة ويا ابو ثلاثة ويا ابو. العب وانت ساكت. وعيبه الثاني انه يحب الاتيكيت، ياكل بالشوكة والسكينة. تدرين حتى الرز والكبسات ياكلها بالشوكة. ما شاء الله. وهي صادقة، يقولون لي كل بيدك، اقول لهم لا معصب. والعيب الثالث يا شوشو اني انسان رومانسي لكن للأسف منسي. خلص من اليوم يا عامر ما راح تصير منسي. وهذا يا مشاعل ملفه فيه كل شروطه وعيوبه وكل شيء تبينه موجود بهالملف. ان شاء الله اسبوع واحد واتواصل معاكم. مو كثير. ها بشرى وش صار؟ ابشرت مشاعل ان شاء الله ما قصرت، قالت اسبوع وترد لنا خبر. يعني خلاص؟ اي خلاص، المكتب ذا سمعته في العلالي، ان شاء الله كل اسبوع يردون لنا خبر. كانها بدر ظهر بالعيد الاضحى، الرموش مسطره كلها عساكر. طيب ما يحتاج، انا لقيتها صنعوا كلها فلاتر والفلات. حياك الله يا اخ عامر، وانا اتشرف بنسبك. الشرف لي يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستأذنكم. مع السلامة. وأخيراً لقيت كامل المواصفات اللي أبيها. ألف مبروك علينا يا شوشو. بعد ما درست ملفك اتضح لي أنك ما تناسبني. أنا؟ طب ليش؟ لأني أدور على زوج فول أوبشن.